عودي معكم للمتابعة، بنبدأ نهارنا بالأكل الصحي مع الشيف اليوم كمان، وما تنسوا حاربوا الفاست فود والمأكولات المصنعة، وتطلعوا دايما على الليبلز لأي شيء بتشتروه من السوبر ماركت. صدقوني من هلأ بلشوا وبنوا جسم سليم. رح نروح عند الشيف محمد بأول محطة، بانتظار طبعا ما نطلع احنا وياكم مع رواء على صحة السلامة واتصالاتكم. بدي صبح كل المشاهدين من جديد. رح نبلش حلقتنا اليوم بقالب الكيك بالليمون. حنحضر كيك بالليمون مثل ما كان عم يحكي جوزيف عن الاكل الصحي. بدي انصحكم دائما تروحوا على كل شيء طبيعي، على الحبوب، على الليمون، على كل شيء، حتى العصير اللي بدنا نستخدمه نستخدم العصير الفريش، نحن نعمله بالبيت ويكون كله صحي لكل افراد العائله. رح نحط لحتى نعمل الكيك بالليمون بدنا لنا طحين وبيض، خفقتهم شوي، سكر، وعصير ليمون حطيت معه شوي برش ليمون، فإذا بيض سكر وعصير ليمون، رشة فانيليا، وبنخفقهم شوي. نتركه ينخفق مظبوط على تقريبا شي 3-4 دقايق. عم تمر الوصفه بهالوقت على الهواء فيكم تسجلوها. بعد ما ينخفق رح ارجع احضر الكريم فريش. الكريم رح احط له برش الليمون، او فينا نفرم الليمون قطع صغيره كتير بشكل، رح نفرم ليمون بشكل كتير صغير كانه مبروش على المكنه، بس بهمني يبقى بهالشكل هيدا. افرمه ناعم. بعد ما نخفق الكيك رح حطه بالقوالب الخاصة له وفوته على الفرن درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة. هيدا بيعطي نكهة كتير طيبة مع الكريمة. رح حطه هلأ لأنه حطيت بقلب العجينة حطيت عصير فريش. هيدا بهالشكل حطه مع الكريمة، رح ارجع اخفقها. هيدي الكريم، رح نشوف القوالب. هيدي القوالب رح ندهنها شوي زبدة بهالشكل. لازم ندهن القالب كله زبدة، وفينا نرشله شوية طحين. رح نعمل قلبين كل واحد موديل حسب انتو شو بتفضلوا بهالشكل. دايما بنصحكم تحطوا زبدة ورشة طحين، ونرجع بعد ما نحط طحين بنرجع بنطبه شوي بهالشكل حتى ما يبقى بقلبه. لا بندهنه زبدة وطحين لحتى ما يلزق معنا بالفرن. في اشخاص كتير بفضلوا يحطوا كمان بدل عن زبدة ورقة زبدة، بسموها ورقة جاهزة بتجي، فينا نجيبها ونقصها على قد القالب ونحطها بالكعب، ونرجع بنسكب عليها العجينه بعد ما تخلص ونفوتها على فرن لنا درجه حراره 180 لمده 20 دقيقه. وبعد ما تطلع من الفرن بدنا نشيلها نتركها لتبرد كمان بدها شي نص ساعه تقريبا. بنكون بهالوقت خفقنا الكريمه مع برش الليمون، وعلى وجهها رح نقطع الليمون بشكل، نحضره بشكل ما يكون فيه قشر، يكون قلب الليموني بس من جوا بهالشكل هيدا. بنشيل كل شيء القشره الخارجيه اللي عليها حتى البيضه بهالشكل هيك بدها تصير. بنقدر نزين فيها على وجه الكيك ونعملها دوائر. في اشخاص كتير بفضلوا يعني كل انواع الكيك يستخدموا فيها يا اما ليمون او اناناس، بفضل كله يكون فريش بيعطي نكهه كتير اطيب من المصنع. ف اليوم شوي مختلف الكيك اللي عم نعمله، رح يكون طاغي عليه الليمون. فينا نعمل شغله كمان كتير مهمه، فينا الليمون بعد ما نقطعه بهالشكل هيدا نحطه بصينيه، نحط معه شيء بسيط من الزبده ونفوته على الفرن لحتى شوي صغيره
ياخذ ينشوى كانه عم نشويه، بنرجع بنشيله بنحطه على وجه الكيك، بيعطي نكهه كثير طيبه، بصير كانه مكرمل يعني ليمون مكرمل عاملينه. فبنصحكم تجربوها لهيدي. هيدا الليمون صار جاهز، رح نحطه بشي ونحضره للفرن. رح جرب اعملها اليوم مثل ما قلت لكم، رح نعمل ليمون مع الزبدة، رشة سكر وشي بسيط من الزبدة، ونفوته على فرن درجة حرارة كمان 180 نفس الشيء، بس يصير كأنه مكرمل بنشيله بنزين فيه وجه الكيك. جوزيف رح ارجع لعندك ذوقك بعد شوي الكيك. اكيد شايف مخفف السكر اكيد. ايه ما في سكر، سكر خفيف جدا. اليوم الحديث اللي عم نحكيه مزبوط 100% من المأكولات الطبيعية. يعني ناخذ رأي ريوة بالموضوع كمان. على صحة السلامة، وفيكم تتصلوا تسألوا ريوة اي سؤال. صباح الخير ريوة. صباح الخير جوزيف، صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. انا اليوم بلش نهاري عم بحكي عن الاكل الصحي وعم حارب الفاست فود، ونعود اولادنا على هالموضوع. صح. لانه هيدا المكان الوحيد يلي بنسكن فيه، هيدا المعبد يلي بنسكن فيه اللي هو جسمنا، لازم نهتم فيه. صح. يعني قد ايه عم نبعد، صرنا بعصر السرعه والتكنولوجيا اللي عم تضر في جسمنا، قد ايه عم نبعد عن الاكل الطبيعي شو ما كان، بس يكون طبيعي من تصنيعنا. نعرف شو حاطين بقلب الطبخه وقلب الاكل. العصير عم بيكون من نكهات مش طبيعيه، وعم مواد ملونه، ننسى العصير الطبيعي. البولش تبع الخشب بحطوا له ليمون يعني، ونحن بناكل نكهه الليمون او نكهه الحامض. صحيح صحيح. ايه، وهيدا يعني تاكيدا على كلامك، معدلات السكري بالعالم عم بتزيد، وخصوصا مع الاسف بالمنطقه العربيه عفوا. نعم. وبالتحديد بمنطقه الخليج، يعني دول الخليج العربي عم بتكون عم تحتل المرتبه الاولى بمعدلات السمنه ومعدلات السكري باعمار صغيره، لسبب انه بياكلوا اكل فاست فود، جانك فود بكميات كبيره، قله حركه، وبالتالي عم بيكون في اطفال عندهم اوزان زائده. نعم. وسمنه، وعم بيكون عندهم معدلات. نعم. سكري اعلى. فمثل ما قلت، حياتنا العصريه كثير عم بتاثر على نوعيه. صحيح. اكلنا ونوعيه الاكتيفيتي اللي بنعمله. على امل نقدر نوصل المسج مثل ما لازم ويوصلكم. في توصيات جديده عن الفلو لسنين، بانه نحن هلا بالموسم يعني. ما هو مشان هيك بدي اذكر فيها، بلبنان انعقد يوم الجمعه مؤتمر صحفي لجمعيات علمية طبية مختلفة، سواء طب الأطفال، الأطباء المختصين بأمراض الجهاز التنفسي، الأطباء المختصين بالأمراض الجرثومية والأمراض المعدية، وطلعوا بتوصيات لموسم الإنفلونزا أو الفلو لنذكر المواطنين بلبنان بأهمية هالموضوع. أول شيء بدي ذكر، نحن على مين منخاف من الإنفلونزا؟ فئات عمرية معينة كلنا معرضين للفلو، لكن في فئات منخاف عليهم من المضاعفات، هن المسنين كبار السن، وكبار السن مضروري يكونوا بعمر 80، فينا نقول من عمر 60 وما فوق، بهالمرحلة العمرية منقول ما بدنا ياهن يدخلوا بمضاعفات. الأطفال أكيد، النساء الحوامل، الأشخاص اللي عندهم ضعف بالمناعة نتيجة مرض معين أو نتيجة علاج، يعني الأشخاص اللي عم بياخدوا كيموثيرابي بتكون مناعتهم ضعيفة، ما بدنا ياهن يصير معهم إنفلونزا لما يصير معهم مضاعفات والتهابات بالرئة وغيرها. الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة طويلة الأمد، مشاكل قلب، كلى، سكري، هيدول كمان نحن ما بدنا اياهم يدخلوا بمضاعفات. ومشاكل بالرئه، وخصوصا الامراض المزمنه بالرئه، يعني الاشخاص اللي عندهم انسداد رئوي مزمن بنخاف عليهم من الانفلونزا، لانه بعدين بيصير في التهاب بالرئه، وهن عندهم مشكله مزمنه بالرئه ممكن يدخلوا على المستشفى، واذا كانوا شوي كبار بالعمر بصير ممكن في خطر للمضاعفات والوفاه. لا. فاذا من هيك بنقول اهم التوصيات اللقاح، هلا وقت اللقاح، بليز اللي ما اخذ اللقاح يسال عنه وياخده. والجديد بالموضوع انه صار اللقاح المتوفر بلبنان بغطي 4 سلالات من الفيروس، او 4 انواع من الفيروس الانفلونزا، لانه بنعرف انه الفيروس بيجدد حاله، بيعمل ميوتيشن، بيجدد حاله كل سنه. نعم. بيطلع لنا اذا فينا نقول حله جديده، بلوك جديده، فبيكون اللقاح او الفاكسين اللي عمل بالسنه اللي قبلها غطى انواع الفيروس اللي كانوا موجودين بالسنه اللي قبلها، بس ما فينا نتكهن شو رح يطلع جديد، بس على الاقل صار عندنا 4 مغطيين. وقت نحن ناخذ لقاح بضاين مدى الحياه ولا بضاين سنه؟ لا بضاين لفتره معينه، من هيك نحن كل سنه بناخده. نعم. كل سنه لازم نجدد. مش مثل بقيه اللقاحات؟ لا، في لقاحات بناخذها مره. نعم. نرجع بعد عده سنوات بناخذ جرعه تذكيريه، بس الفلو. نعم. كل سنه، والأطفال من عمر 6 شهور وطلوع فينا نعطيهم اللقاح. النساء الحوامل ممكن، لكن تستشير طبيبة وتتأكد. واللي ما عندهم أي مشكلة صحية أكيد، واللي عندهم مشكلة صحية بالعكس هن لازم ياخدوا اللقاح، بس إذا كان عندنا إنفلونزا، غريب أو حرارة ما بناخد اللقاح هلأ، لنصح بنرجع
بناخده. نعم. واكيد غسيل الايدين اسهل شغله وابسط شغله واكثر شغله بديهيه. غسيل الايدين بتحمينا من الامراض المعديه الجرثوميه. اكيد لما بنعطس لما بنسعل عفوا نغطي ايدنا بالمحرم لما ينتقل بالهواء. هيدول تدابير كثير بسيطه لكن بتحمي من الامراض الجرثوميه المعديه واولها الانفلونزا. يعني نحن اوقات ما بنخاف منه المرض بس ممكن يودي مثل ما عم تقول لمضاعفات يعني خطيره. يعني هي الانفلونزا بحد ذاتها مزبوط لكن يعني ما بتخوف لكن هي مضاعفاتها اللي بتخوف وببعض الحالات بتكون مميته. عم بتكون كل سنة في عم بيسجل حالات وفيات إنفلونزا بالعالم بكل أنحاء العالم خصوصا كبار السن. نعم. روى تانكيو ما لحقنا ناخد اتصالات بس هو ضروري كان يوصل هالموضوع لأنه طبعا. بالوقت المناسب صح. وهلأ وقته إن شاء الله يكون وصل المسج. انتبهوا قد ما فيكم نظافة 100%. تانكيو روى بنشوفك يوم الأربعاء على رد بحلقة جديدة وموضوع جديد. لكل المشاهدين نحن وياكم مكملين بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعة. خليكم معنا.